السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو النهارده عن ليفل جي. ليفل جي حرف الجي، هناخد كل ما تتخيله النهارده عن حرف الجي. هناخد مجموعة من الوردس الكلمات الفوكابلري، وعلى فكرة حرف الجي من الحروف الثرية بالكلمات بالفوكابلري، بس هنقسمها الفوكابلري. هناخد الفيربس الأول، وبعد كده الأدجكتيف والناونز، وبعد كده نروح داخلين على ايه؟ على الاكسبريشنز التعبيرات، على الابريفيشنز الاختصارات، وهنخش كمان على مجموعه من الورلد بيسز اوف ويزدم اند بروفيربس، مجموعه من الامثال العالميه والمقولات الايه؟ والحكم. بعد كده هناخد كمان الكونتريز والكابيتالز اللي تبدا كله بحرف الجي، وهناخد كمان ايه؟ فيموس من اند ومن، اسماء المشاهير الرجال والنساء بحرف الجي، والاهم ان في فوناتكس كمان وكتير جدا على حرف الجي انت يبقى سايلنت. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم مع اول شريحه النهارده. بس اصحصحوا معايا حرف الجي لما ابدا بالفيربس الافعال الاول اهي، يبقى انا عندي ليفل جي الفيربس الاول، والفيرب is the most important word in a sentence، الفعل هو اهم كلمه في الجمله. بص كده اول فيرب جيت، هسال يعني ايه جيت اون؟ يركب الباص، جيت اوف ينزل، جيت اب يستيقظ، جو اكتر فعل جيت على فكره بمعنى لوحديه يحصل اي جيت something، والماضي منه طبعا جوت. فعل جو يذهب من اكثر الافعال ارتدادا وانتشارا واستخداما واستعمالا في اللغه الانجليزيه. I go to school, I go home, I go to work, I go hospital, I go home. خلاص؟ فعل جو. Give يعطي. دايما مرتبطه في مثل صغير كده نقول لك ايه؟ Give and take. Give اعطي وتيك خذ. خذ واعطي. يبقى give and take خذ واعطي. فعل بعد كده جريت، في عندي كلمه اسمها جريت عظيم، لكن الفعل جريت يحيي. خلاص زي سليوت، بس دي سليوت تحيه عسكريه، اما جريتنجز اللي هي تحيات. I send my greetings to your family، ارسل تحياتي الى الاسره. يبقى جريت من الفعل المشهور جدا. اما الفعل جرو يكبر ينمو يزرع، جرو ذا لاند يزرع الارض، he's growing بينمو بيكبر، من الافعال الحلوه خالص. اما الفعل ده اسمه جس. جس يعني خمن. جس ذا مينينج. جس ذا انسر. خمن المعنى. خمن الاجابه. يوز يور مايند، يوز يور برين. تاخد مخك عقلك. الفعل بعد كده جارد. جارد مش معناها حارس؟ يس. تيجي فعل. جارد ذا بليس. احرس المكان. يبقى تيجي يحرس وحارس. جارد. بعد كده الفعل جايد. أنا عندي جايد معروفة إنها مرشد، تورست جايد، مرشد سياحة، لكن لما أقول مثلا I want someone to guide me in the mountain، عايز واحد يرشدني، يبقى ليا كدليل، يدلني، يبقى جايد يرشد ويدل على المكان، أوكي؟ يبقى الفعل جايد. الفعل جيم، جيم دي معناها يكتسب. أنا في عندي يكتسب، بس هي جين انفورميشن، يكتسب معلومات. gain wealth يكتسب ويزداد في الوزن. gain experience يكتسب خبره، يبقى من الفعل هذا. اما grind من الافعال الصعبه جدا للطلب. grind يعني يطحن. تخيلوا منها الماضي منها ايه grind؟ ground. يا مستر ground الارض. grind الماضي منها ground طحن. تمام؟ gather. gather يعني يجمع. بس gather كوليكت يجمع حاجه واحده، بس زي عارف الفعل ايه؟ كوليكت يجمع اشياء، اما جزر يتجمع لوحده، الطيور جزر، يبقى جزر يعني يتجمع لوحده، اما كوليكت انت بتجمع الكتب فوق بعضيها بتجمع اشياء، كوليكت يجمع، اما جزر يتجمع. طيب الفعل جنريت، جنريت باور، جنريت انرجي، جنريت يولد الطاقه. ماشي؟
when you eat a lot of food and run, you generate power and energy. بتولد الطاقة والحيوية. بالفعل generate تيجي منه generation توليد الطاقة. طيب كلمة game مش معناها لعبة بس بتيجي أيضا ها to game يعني to play يلعب. gun دي التصريف الثالث من go when to gun. gun يعني لقد ذهب. في فيلم مشهور جدا اسمه ايه؟ gun with the wind ذهب مع الريح. ذهب مع الريح. اتفضل يا دكتور شعر. ماشي؟ gun with the wind يعني ذهب مع ايه؟ مع الريح. طيب في عندي got الماضي من get يحصل got حصل. get ايه؟ got. I got it حصلت على ايه؟ ماشي؟ يبقى الماضي من get يحصل got التصريف الثالث got. اما الفعل yes yes ده يعني يتنهد ينهد. He run quickly and he is gasping. اما في فعل اسمه grass. grass يعني grass يعني ها يكوش على كل حاجه يمسك. grass for all lose all. كوش على الكل يفقد الكل. تمام؟ طيب الوقت ده شغال. كده الشريحه الاولى بتاعتي نفس الكلام. كده الفيربس بعد كده الأجل. من جمال الأدجكتيف إني ما تنفعش تحطها وحدها، لازم كلمة وراها. الصفة بتوصف الموصوف، صح كده؟ فأنا عندي دلوقتي مجموعة من الأدجكتيف كلها تبدأ بحرف الجي. حرف إيه؟ الجي. كلمة جود يعني جود جيد، جود لك، ها؟ جود بوي، فيري جود، سو جود، جراي يعني ايه جراي؟ اللون الروماني الأشهر. جراي وولف الايه الذئب الأشهر أو الأشهر. جراي هير شعر الايه جراي. جنتل جنتلمان از فيري جنتل في اكتس جنتلي يتصرف بشياكة. أما كلمة جنرال يعني ايه جنرال؟ بشكل عام. جنرال انفورميشن معلومات عامة. ماشي؟ كلمة جينيوس يعني جينيوس؟ ذكي عبقري. ماشي؟ زي انتليجنت. انتليجنت ذكي، سمارت ذكي، ها؟ جينيوس عبقري. أما كلمة جريدي؟ جريدي طماع. You want to do grass for all. You want to take everything. يبقى جريدي جاية منها كلمة جريد الطمع. جريد الطمع جريد الطماع. طب الشاطر يقول يعني جلتي جلتي ها دايما كلمة جلتي متصل على طول كده جاي معاها كلمة انسنت. انت جلتي مذنب ولا انسنت بريء؟ ماشي يا يوسف؟ طيب جلت جرين يعني ايه جرين؟ اللون الاخضر. جرين لاند. جرين كار. جرين كار بنكتب ايه؟ جريت احنا قلنا هناك الفيرب جريت دبل اي يحيي. اما هنا جريت يعني عظيم. جريت بريتن بريطانيا العظمى. ها؟ جريت مان رجل عظيم. تمام؟ نيجي بقى كلمة جلومي. جلومي يعني كئيب. All war and no play make احمد a dull boy. كل شغل شغل وما فيش صح؟ لعب بيخليك جلومي يعني ايه جلومي؟ كئيب فيري ساد. جولدن جولدن ذهب وجولدن ذهب يعني ايه جولدن؟ في مفتاح الذهب. في مثل مشهور جدا يقول لك ايه؟ ذا جولدن كي اوبنز افري دور. يعني ايه؟ ذا جولدن كي المفتاح الذهبي يفتح كل باب. تقصد تخيل هو يقصد بيه المفتاح الذهبي هنا؟ ماني ماني اوبنز افري دور. مش بقول لك في ماني توكس يعني ماني توكس؟ الفلوس بتتكلم. ماني جيتس ماني. طيب نيجي هنا بقى الصفه دي يعني ايه جلوبال؟ حاجه جلوبال عالمي. جلوبال يعني ايه؟ عالمي. جلوبالايزيشن العولمه.
طيب جلوبال وورمنج يعني ايه جلوبال وورمنج؟ الاحتباس الحراري. الاحتباس الايه؟ الحراري. وعارفين الاحتباس الحراري يعني ايه؟ اتوقع حراره عاليه جدا في الصيف وبروده جدا ها في الشتاء غير المتوقع. يبقى جلوبال وورمنج. جيناتيك انجينيرنج، انا كل الصفات عندي تبدا بحرف الجي بس حضرتك معاها. يعني ايه جيناتيك انجينيرنج؟ الهندسه الوراثيه. الهندسه الوراثيه بقت في النبات وفي الحيوان بقت في كل حاجه. الهندسه الوراثيه حاجات الجينز. الجينز اللي هي الجينات ماشي، اللي هي بتحمل كل خصائص الشيء. طيب يعني ايه جراديوال؟ ها الواده مثلا ايه الشجره دي جروز جراديوالي، الشجره تنمو بالتدريج. يبقى جراديوال يعني ايه؟ شكل ايه؟ بسيط، شكل بطيء يعني. طيب امال جينرس؟ كريم. في كلمة اسمها مايزر، مايزر بخيل، بخيل. يبقى جينرس جيبز ا لوت اوف ماني، الزبون بيساعد الفقراء، جينرس. اما جريسفول، جريسفول ليها كذا معنى. لما اقول ان ذا نيم اوف الله ذا موست ميرسيفول ذا موست جريشيس، بسم الله الرحمن الرحيم. جريشيس او جريس، جريشيس غير جريسفول، جريشيس الرحيم. اما جريسفول يعني الجميل الرشيد ماشي. يبقى جريس الرشيد الجميل الايه المتالق في المشهد بتاعه. جيانت عملاق، حرف الجي هنا بتنطق دي جي با، جيانت بتنطق دي جيانت. عكسها دورف قزمه. جريتفول، جريتفول يعني ممتن وايه وشاكر للشخص. اي ام جريتفول فور يور هيلب، انا ممتن لايه لمساعدتك بتاعتك. يجي منها كلمه جراتيتيود، جراتيتيود يعني الامتنان والبر للوالدين كمان. ان جراتيتيود عقوق الوالدين من اصعب الكلمات. طيب يبقى احنا كده خلصنا حرف الجي بس في الادجكتيف. فين؟ في الادجكتيف. مستعدين للناونز؟ الناونز كتير جدا بس جميله خالص. تعالوا نشوف الناونز كده. الناونز عندي كلمة جريد، لسه وديناها كلمة جريد. يعني ايه جريد؟ الجشع، الجشع طمع. كلمة جلافز قفازات الجاونت اللي بكتب جريف، جريف يعني سادس ها؟ لونس الحزن، ساد حزين وسادنس الحزن. جوست الاتش سايلنت يعني جوست شبح ماشي؟ الجوست اللي هو الشبح. جيلت خدناها في جيلتي، انسنت وجيلتي. جيلتي مذنب يبقى جيلتي الذنب نفسه. جلوري، جلوري جلوريفيكيشن، جلوريوس الجلوري اللي هو المجد، الجلوري اللي هو ايه؟ المجد. اما كلمه جريس استخدمناها في كلمه جريسفول، جريس الجمال، جريس الحاجة الجميلة النعمة، جريس الرحمة زي ميرس، زي كلمة ميرس. طيب وجراس حشيش، جرين جراس الحشيش الأخضر. طيب وجست، جست الضيف، فيري جود. أما جرينز، الجرينز اللي هي الحبات أو الحبوب، جرينز أوف سولت أوف شوجر أوف كورن أوف ويت أوف إيه؟ حبات القمح، حبات الذرة، حبات السكر، حبات الايه الجرينز اوف ساند، حبات الرمل. اوكي ادي كلمة جرينز. طيب نشوف كلمة جلاس، زجاج، وبتيجي جلاس اوف تي كوباية شاي كمان. طيب جار، احنا خدنا جار دي يحرس، وبتيجي جار الحارس، بودي جار حارس شخص. جرون هنا
التصريف الثالث من جرو يكبر او ينمو او يزرع، جرو زرع او نمى او كبر، لكن جرو بيجي بمعنى انسان ناضج، انسان ها عاقل بالغ، جرو. طيب جايد احنا خدناها جايد يورشيب وجايد المرشد، تورست جايد مرشد سياحي. طب مين يعرف كلمة جانب؟ عصابة. يعني ايه ريندو ذا جانب؟ زعيم العصابة. ريندو ذا جانب زعيم ايه؟ العصابة. زي الماستر مايند، العقل المدبر اسمه ماستر مايند. ماستر ايه؟ معايا وصف صح؟ كلمة جيم احنا خدناها جيم يلعب، وجيم بيجيب لعبة لعبة. أما الجروسر، الجروسر البقال، I buy sugar, salt, cheese, eggs from the grocer. From إيه؟ The grocer. طيب garlic، أنا في عندي onions، البصل وجارليك، التوم. جراج، الجراج اللي هو الجراج اللي بيحط فيه العربيات. garden حديقة أو جنينة. أما الجاردنر جناية. gun مسدس أو اللي هي جاز، ما الجراوند الأرضية. إذا في عندي إيرث الكرة الأرضية، لاند البر عكس نسيج بحر، في عندي فلور الأرضية دي المبلطة دي ماشي، في عندي صويل التربة الزراعية، أما جراوند اللي هي الأرض بس أرض معينة زي البلاي جراوند أرض الملعب. طيب جلانس، جلانس يعني لمح البصر ماشي، ستير ات بحلق يحملق فيه، لكن جلانس هي تيك ا جلانس اند ران اواي، خد لمحه وكده. جيتار جروث، احنا قلنا ايه؟ جرو ينمو، جروث بقى اللي هو النمو. اوكي كده؟ جروث النمو. الجول كيبر حارس المرمى. طبعا جود باي الى اللقاء. جيم اللي هو الجيم عكس الانس والجن ها؟ طيب جين اللي هي الجينز اللي هي الجينات. جود ماي جود ماي جود او ماي جود يا اله ها؟ جاب، جاب يعني فجوه فتحه كده، في جاب في السيفيلايزيشن في الحضارات بين الدول وبين بعضيها، في جاب انا هعدي فيها. يعني ايه جاب؟ يعني فجوه، حاجة زي سبيس كده، يعني سبيس مسافة. الجيم اللي هي صالة الألعاب الرياضية سبورت هول. جيرل اند بوي، جيرل اللي هي البنت. جولد ذهب، وقلنا جولدن ذهب. طيب الشاطر فيكم عارف كلمة جولف، عرب جولف الخليج العربي ماشي، جولف الخليج. أما جولف لعبة الجولف، لعبة ايه؟ الجولف. آخر حاجة كلمة جفت، ها؟ جفت يعني هبة، هبة لا ترد، زي بريزنت هدية كده. طيب عشان قلنا الناونز كتيرة شوية ها؟ فعملنا منها شريحتين. الشريحة التانية كل ما نوديهم يجوا ولا ايه؟ حتى ها؟ الريزوليوشن بتاع الشاشه مش ايه؟ زي ما قلت لكم ان حرف الجي من الحروف الغنيه جدا، بس احنا مختارين اهم واجمل الكلمات اللي تقدر حرف الجي. جول يعني ايه سكور جول؟ سكور جول يحرز ويسجل هدف. جوت معزه شيء خروف، جود معزه. الجرم يعني ايه الجرمز؟ الجراثيم، الجرم جرثومه. طيب جفت قلناها جيت، يعني ايه جيت؟ اوبن ذا جيت، بوابه كبيره. اه ذا دور باب واحد، لكن جيت دايما بتبقى ايه؟ اثنين مثلا. جريف، الجريف اللي هو القبر ماشي؟ جريف اللي هو ايه؟ القبر. تومب مقبره، لكن الجريف ايه؟ القبر نفسه. جلاند، الجلاندس اللي هي الغدد اللي في الجسم.
الغده النمويه، الغده النخاميه، الغده الايه؟ اللي هي بتتحكم في الغذاء. اما جريبس، جريب فروت، جريب عصير، جوس عصير، جريب فروت. الجريبس اللي هو العنب اسمه ايه؟ الجريبس العنب. جوس دك بطه، يبقى جوس وزه. وزه، طب شاطر قول لي جمع كلمه وزه ايه؟ وزه بالانجلش وزه جمعها موزز. بنقلب الدبل او لدبل اي تبقى جيس، تبقى ايه؟ جيس. زي ايه؟ ها توث تي. الكلمات صعبه خالص. الجاليري المعرض اللي هو فيه الفوتوز وفيه الايه؟ البيكتشرز. الجرافيتي والزيرو جرافيتي، الجاذبيه زيرو جرافيتي، there is no gravity on the moon، مفيش جاذبيه على سطح القمر. الجرامر اللي هو قواعد. جيراف، جيراف الزرافه. garbage، خلينا نقول كلمه garbage دي، rubbish و garbage. rubbish بريتش و garbage امريكان، الاثنين بمعنى الزباله مثلا، garbage. وده اسمه ويست بيبر بيل، سله المهملات. طب امال governor يعني ايه governor؟ لا government الحكومة. ها؟ ده الحاكم المحافظ. الجفرنر ها؟ الحاكم أو المحافظ. الجفرنمنت الحكومة. احنا قلنا جلوبال يعني عالمي، جلوبالايزيشن العولمة. يعني ايه العولمة؟ في كلمة صغيرة يعني العالم كله أصبح قرية صغيرة. من مكان، من أي مكان في الدنيا بقدر أتصل بأي واحد في العالم. وان تاتش بلمسة واحدة. رايت right. بعمل بزنس، بعمل ماركتنج، بعمل كونكتنج كوميونيكيشن بايه؟ وانا قاعد في البيت بتاعي من التابلت من الموبايل. ده اسمها الجلوبالايزيشن. جلوبالايزيشن احنا قلنا جلوريفاي، جلوريفاي، جلوريفيكيشن. اتفضل. ماشي. اما جلوري اللي هو المجد، جلوريفيكيشن، جلوريفيكيشن التمجيد، ان انا امجد واحد اعظمه. glorification، glorification تمجيد. طيب احنا قلنا الفعل جنريت يولد، امال جنريشن توليد الطاقه، بس ليها معنى ثاني خطير. جنريشن اللي هو الجيل، والجيل، والجيل، الجيل، سايلنس بليز. الجيل في اللغه او في الحساب 33 سنه، يعني بيني وبينك انت جيل، انت 18 سنة، أنا بيني وبينك لازم عندي 33 سنة، عشان كده القرن 100 سنة، ثلاثة أجيال، معلومة خطيرة.